السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا غادي نزيدو تمارين أخرى كذلك في الدرس ديال السحر والفائدة باش تستافدو أكثر. إذا نبداو على بركة الله. إذا وضع شخص مبلغ من المال في بنك بسعر 12% وبعد 20 شهرا حصل على مجموع 20,220 درهما. أحسب المبلغ. راه تقريبا هذا التمرين نفس التمرين اللي قبل، الاختلاف في الاعداد. وفي التمرين اللي كان قبل كان عندنا هنا بالسنوات، كان عندنا سنتين، هنا عندنا بالشهور. اذا عندنا السعر هو 12%، وعندنا 20 شهرا، ومجموع معنى المجموع يعني المبلغ هو الفائدة، يعني جوج مع هما إذا شحال هو 20,220. إذا وقفوا الفيديو وخدموا التمرين ومن بعد رجعوا شوفوا التصحيح، استعملوا ستيلو وتفرجوا فيه وعاودوا مرة أخرى وعاودوا حتى تفهموا. إذا غادي يكون تمرين آخر معاه كذلك من بعد. إذا نبداو على بركة الله. مازال إذا أول شيء غادي نحسبوا هو الفائدة التي تعطيها كل 100 درهم. الفائدة التي تعطيها كل 100 درهم. إذا شنو غادي ناخدو؟ غنديرو عندنا الفائدة، عندنا السعر هو 12%، وتنعرفو حنا عندنا السعر هو سعر سنوي. إذا كل 100 درهم غادي تعطينا 12 درهم ديال الفائدة. هذا هو المبلغ وهذه هي الفائدة، هذا المبلغ وهذه هي الفائدة السنوية. علاش؟ حيت قلنا راه السعر هو سعر سنوي. حنا غادي نحسبو التي تعطي كل 100 درهم في ولا خلال 20 شهرا. غنشوفو الحل بطريقة أخرى. إذا غادي نشدو هذيك الفائدة، شحال قلنا السعر هو 12%، إذا 12 غنشدوها ونقسموها على 12. شكون هي 12؟ هي 12 شهر. كون كان عندنا مثلا السعر هو 8%، غنديرو هنا 8 قسمة 12. كون كان عندنا السعر هو مثلا 14%، غنجيو هنا نديرو 14 قسمة 12 باش نحصلو على فائدة ديال الشهر واحد، ديال فرد شهر واحد. ديما تنقسمو على 12، فهمنا؟ إذا رجعو المثال هنا هو 12، لأن السعر هو 12%، غنقسموها على 12 اللي هي 12 شهر باش نحصلو على فائدة ديال شهر واحد، ومن بعد تنضربوها في عدد الشهور اللي عطاونا. نضربوها في عدد الشهور، من بعد 12 قسمة 12 غتعطينا واحد، ونضربوها في 20 هي 20 درهم. إذا هذا هي الفائدة التي نحصل عليها بعد من كل 100 درهم. إذا بعد منها المبلغ والفائدة، المبلغ والفائدة لكل 100 درهم. إذا شحال هي؟ عندنا المبلغ، هي المبلغ هو 100 درهم، شحال ديال الفائدة غادي نحصلو عليها بعد 20 شهر؟ هي 20 درهم. إذا المبلغ والفائدة هي 120 درهم. هذا هو المبلغ والفائدة اللي غادي نحصلو عليه. مزيان. بعد من هذه المرحلة غنمشيو للمرحلة الأخرى. إذا نمشيو هادشي شنو نحصلو على المبلغ اللي توضع، المبلغ الموضع في البنك هو. ونديرو الجدول، عندنا المبلغ بالدرهم، عندنا هنا المبلغ والفائدة حتى هو بالدرهم. نرسمو الجدول مزيان. إذا إلا وضعنا كان عندنا المبلغ هو 100 درهم، المبلغ والفائدة اللي غادي نحصلو عليها هي شحال؟
هي 120 درهم. حنا حصلنا على شحال؟ حصلنا على 20,220. هذا هو المبلغ الفائده اللي حصلنا عليه بجوج. وشحال هو المبلغ اللي ضيعنا؟ اذا 100 درهم هي اللي عرفنا اللي حسبنا في المرحله اللي كانت عندنا قبل، وحصلنا بان راه هي 120 درهم، هي المبلغ الفائده ديال كل 100 درهم. اذا وضعنا 100 درهم بعد 20 شهر غنحصلوا على 120 درهم، يعني المبلغ 100 درهم اللي وضعنا زائد 20 درهم ديال الفائده. هذا هو اللي حصلنا عليه حنا، المبلغ والفائده بجوج ديال واحد المبلغ وضعناه في الاول. اذا نديروا العمليه الثلاثيه، اذا 120,220 في 100 قسمة 120 تساوي، وغادي نعمل الحساب، غادي نحسبوا على 16,850 درهم. إذا هذا هو المبلغ اللي وضعناه في الأول، مفهوم؟ نتمنى تكونوا فهمتوا، إذا ما فهمتوش عاودوا من جديد، وأنا غادي نكتب ثاني واحد التمرين آخر اللي تقريبا حتى هو في نفس الدرس اللي هو السعر والفائدة. دائما استعملوا الدفتر وعاودوا التمرين من نهار وماشي جوج، وقبل ما تمشيو تجاوبوا على التمارين والدروس ديالكم دخلوا القناة فهم الدرس، راه وضعنا الدروس كاملة اللي ممكن تستافدوا منها، وغادي تمشي تجاوب على التمارين ديال الدرس ديالك بكل سهولة وأريحية وتكون فاهم مزيان مزيان. إذا ما هو عند التمرين؟ ما هو الرأس مال؟ رأس مال يعني هذا هو المبلغ، هادشي راه شرحنا في الفيديوهات السابقة. ما هو رأس المال الذي وظف بسعر 4%؟ راه التمارين اللي توصلوني تيبانو ليا مزيانين، راه تنطلعو من بعدكم باش تستافدو منهم كاملين لمدة 8 أشهر، فأعطى فائدة قدرها 3,100 درهم. ما زلنا نخدمو هذا التمرين، وقفوا الفيديو ونجاوبوا عليه ونستافدوا منه، راه تقريبا مختلف على الاول حيت هنا عطاونا غير الفائده. نعاودوا نقراو التمرين جديد. اذا ما هو راس المال؟ يعني ما هو راس المال؟ يعني هو المبلغ الذي وظف بسعر 4% لمده 8 أشهر فاعطى فائده قدرها 3,100 درهم. إذا فاش تعطانا واحد النوع من التمارين تنعرفو حنا بلا السعر هو سعر سنوي، وهنا في التمرين راه هاد الفائدة اللي حصلنا عليها في مدة 8 أشهر. إذا أول شيء غادي نمشيو نحسبو هي الفائدة السنوية. كيف نحصل على الفائدة السنوية؟ طريقة سهلة. الفائدة شاطرنا الفائدة واحد المدة وقلنا حسب الفائدة السنوية هي غنشدو الفائدة اللي عندنا اللي هي 3,100، غنقسموها على المدة اللي عندنا، عطاونا الشهور نقسموها على الشهور، كم السنوات نقسموها على السنوات، فهمنا؟ إذا كانت 3 سنين نقسموها على 3، كانت 5 سنين نقسموها على 5، كانت بالشهور نقسموها على عدد الشهور اللي عندنا، إذا 8. إذا فاش غادي نقسمها على 8؟ اش غادي نكون حسبت؟ إلا قسمت الفائدة السنوية، هذه الفائدة عفوا ماشي سنوية، على 8 ديال الشهور، غنكون حسبت الفائدة ديال شهر واحد، ديال شهر واحد، إلا قسمتي على هذي، تتحصل على الفائدة ديال شهر واحد، إذا هذه كلها فائدة ديال شهر واحد، فاش غادي نحسبوها؟ غتعطينا 4,000، غادي نضربها في عدد الشهور ديال السنة اللي هي 12، إذا الفائدة ديال شهر ديال 12، ونضربها في 12 شهر غنحصل على فائدة سنوية، مفهومة الطريقة؟ إذا نشد الفائدة اللي عطاوني نقسمها على عدد الشهور، فتعطيني الفائدة ديال شهر واحد،
نضرب في العدد 12 دائما تنضرب في 12 لان السنه فيها 12 شهر وتنحصلوا على فائده سنويه. كانت بالسنوات تنقسموا على عدد السنوات فقط. كانت بثلاث سنين تنقسموا على ثلاث سنين. كانت خمس سنين تنقسموا على خمسه وتنحصلوا على ما تنضربوا على 12 لا تنقسموا على عدد السنوات. كانت مثلا في سنتين ونص يعني عام ونص. عام ونص تنعرف بان العام فيه 12 شهر والنص هو 6 شهور. إذا المجموع هو 18 شهر، إذا غنجي نكتب هنا 18 شهر، غنقسم على 18، قال لي مثلا في سنتين وأربع شهور، غادي ندير 4 شهور زائد عام شحال هو سنة 12 شهر، تعطينا 16، إذا هنا غادي نقسم على 16، تنقسم ديما على ديك المدة ديال الشهور، وتتعطينا ديال الشهر ونضربها في 12 تنحصل على فائدة سنوية، إذا هادي 3200 قسمة 8 4 عفوا قلت قبيله 4000 ماشي 4000 بينما 400 و 400 نضربها في 12 غتعطينا 4800 درهم نحصلها 400 ونضربها في 12 تعطينا 4800 درهم. إذا هذه هي الفائدة السنوية. بعد منها فاش غادي نحسبوا الفائدة السنوية غادي نستعملوا السعر اللي عطاونا. استعملنا الجدول اللي عندنا. السعر شنو قلنا فيه؟ السعر فيه رأس المال اللي هو الدولار بالدرهم والفائدة السنوية تا هي بالدرهم. مزيان شحال هو السعر اللي كان عاطينا؟ عاطينا 4%. مزيان اذا راس المال هو 100 وشحال تعطينا ديال الفائده 4 والفائده السنويه اللي حصلنا عليها حنا هنا هي 4800 ونديروا العمليه الثلاثيه ونحسبوا المبلغ الذي او راس المال الذي اذا غادي يمسح هذا الشيء هنا اذا المبلغ المودع ولا راس المال الموظف الذي وظف راس المال الذي وظف هو ومن بعد نديرو العملية شنو العملية الثلاثية إذا غادي نضربو بجوج ونقسمو على 4 إذا 4800 في 100 قسمة 4 واللي حافظو قاعدة أش غادي يدير غادي يشد الفائدة السنوية هو حافظها هكاك أنا محافظهاش ولكن ممكن يستخرجها قسمة السعر يقول لك قسمة السعر هكا غادي يكتبها تساوي 4800 في هنا قسمة قسمة تولي هي في و 400 إذا هنا من بعد ترجع هادي من بعد لا نكتبو بزاف غتولي نخليوها نديروها هنا في تا هنا نخليوها باش مدوخوش 4 على 100 ربينا السعر على شكل عدد كسري حيت كاين لي سولني على هاد القضية هادي حنا راه شرحنا قبل ونستعملو الأعداد الكسرية هي 4800 في 100 على 4 إوا داكشي لي قلناه هنا البيت إلا استعملتي الجدول راه داكشي لي غادي تبدا تكتب فيه هنا هو لي قلنا حنا هنا البيت في 100 قسمة 4 ولا تقسم على 4 ضرب في 100 4 بنفس الطريقة فهمنا. ومن بعد فاش غادي نحسبوها غادي نحسبو على 120000 درهم. إذا هذا هو رأس المال الذي وظف في هذا البنك لمدة 8 أشهر. إذا هكذا غنكونو سالينا الدرس ديال اليوم وإلى فيديو لاحق بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.